حديث اغتنم خمسا قبل خمس، هذا الحديث، هذا الحديث معل، أعله البيهقي في شعب الإيمان، هو مدار على عبد الله بن مبارك عن ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس. وكنت قديما حين رأيت هذا الإسناد وقع في نفسي منه شيء، وهو أني قلت لعله غلط، لأنه بهذا الإسناد جاء حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وهو في البخاري، وكنت ما أحدث به، كنت ما أحدث به. ومرة من إخواننا كنا أخرجنا دعوة وعمل محاضرة كانت فيه، فكنت أردت أن أنبه لو يترك هذا، لكن يسر الله بعد زمن بالوقوف على هذا الإعلال، أعله الحافظ البيهقي في شعب الإيمان، وأن الصواب في ابن المبارك عن جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح عن عمرو بن ميمون مرسلا، هذا الصواب فيه. والحديثان رواهما ابن المبارك في الزهد، هذا بعد هذا، وأظن حديث نعمتان هو الأول، يعني في أول كتاب الزهد، وحديث اغتنم خمسا قبل خمس والحديث الثاني، فمحتمل أن يكون حصل ابن أبي الدنيا، وهو من اشتهر عنه رواية الحديث هذا، وأخرجه الحاكم ومن طريق ابن أبي الدنيا كذلك، أنه يكون حصل عنده سبق نظر والله أعلم، فجعل سند حديث نعمتان سندا لحديث اغتنم خمسا قبل خمس، وإنما هو كما علمت، فنبه البيهقي على هذا وقال هذا غلط، وإنما هذا سند حديث نعمتان، وهذا سنده يعني ابن المبارك عن جعفر بن برقان عن زياد عن زياد بن الجراح عن عمرو بن ميمون مرسلا، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.